أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد على عمق العلاقات والروابط الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي ترتكز على جذور راسخة ومتينة جسدتها المواقف المشتركة عبر مختلف المحطات التاريخية والتعاون والتنسيق المتقدم على كافة الأصعدة. وأشار سموه إلى الحرص المشترك والمتواصل على تعزيز العلاقات البحرينية الإماراتية وتنميتها للمضي بها قدما نحو التميز والتكامل المنشود، تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم أخاه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين، حيث أعرب سموه عن ترحيبه بضيف البلاد والوفد المرافق متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم مملكة البحرين، مشيرا سموه إلى الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين الشقيقين وأثرها في ترسيخ العلاقات المتميزة التي تجمعهما وما وصلت إليه من مستويات متقدمة. حرس الشرف سلام دولة الإمارات العربية المتحدة وسلام مملكة البحرين. سلام. We'll be right back.
وأشاد سموه بمخرجات اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على صعيد تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم أوجه التعاون الثنائي والتكامل والتنسيق المشترك، مرحبا سموه بإعلان تفعيل برنامج المحتوى الوطني الذي من شأنه تعزيز التقدم في تحقيق التكامل الصناعي والتنمية المستدامة في البلدين الشقيقين. كما أشار سموه إلى أهمية مواصلة تطوير أوجه التعاون والتنسيق والشراكات الاستراتيجية في كافة المجالات وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وأهمية البناء على ما تحقق في مساراتها بما يسهم في تحقيق أهداف البلدين وتطلعات شعبيهما الشقيقين. وقد نقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحياتي وتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخالص تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام النماء والازدهار، فيما حمله صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بنقل تحيات سموه إلى أخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأخيه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنيات سموه لشعب دولة الإمارات الشقيق بالمزيد من التقدم والنمو. وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وولي عهد أبو ظبي العلاقات الأخوية التاريخية وجوانب التعاون والعمل المشترك بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تعزز رؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين والسلام والاستقرار في المنطقة، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الوفادة وما يليه سموه من اهتمام وحرص بتعزيز وتنمية أوجه العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة على كافة الصعد، متمنيا لمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام الازدهار والنماء. هذا وقد
هذا وقد قام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخوه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي بجولة في مكتب رئيس مجلس الوزراء. تم الاطلاع خلالها على إيجاز حول منظومة العمل والخطط والمشاريع التي يشرف عليها المكتب بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية. كما أقام سموه مأدبة غداء تكريما لسمو ولي عهد أبو ظبي والوفد المرافق.